يقول يرفع صبعه، واللي بيقول رايت يرفع صبعه. ما لكم أنتم قليلون مع أنكم أنتم على حق. الرايت هلاقي رايت هيمبليجيا، والتانج أيضا الديفيشن بتاعته ذا رايت. ليه بقى؟ لأن الليفت اللي اتضربت الرايت نيوكليس هي اللي هتتضرب. الرايت نيوكليس هي اللي هتتضرب، واحنا قلنا لما اتضربت يبقى التانج ديفييت تو ذا سيم سايد اوف ذا ليجن. النيوكليس دي اتضربت خلاص، مفيش فايبر، مفيش ابر موتور جاي لها، فالتانج ديفييت ناحيه الرايت. انتوا فاهمين حاجه؟ فاهمين؟ هو اللعب بقى في المنطقه دي بالذات. فلو انت متخيله المنظر ايه يعني في الليفت، يبقى ليفت رايت هيمبليجي اوكي. النمره 12 ده بياخد من الليفت، يبقى الليفت بيروح للرايت، والرايت اتضربت يبقى التانج هيديفيت ناحيه الرايت اللي هي مضروبه، يبقى في رايت ورايت. زميلتكم اللي كانت بتسال بتقول رايت ورايت او ذا سيم سايد، بس ده ابر موتور نيورون ليجن، لان الليجن في البيراميدال تراكت ابر موتور نيورون، لان النيورون عندنا اثنين. انا عندي ده السباينال كورد اهو، وادي الجري ماتر بصيرو هورن انتيرو هورن اهو، وادي الانتيرو هورن سيل اهي اللي تبعت الموتور فايبرز اللي بتروح للمصل عشان تكون تراك. وقلنا ان في فايبرز نازله من فوق من البيراميدال تراكت اهي، وبتروح عشان تروح للانتيرو هورن سيل. دي جايه من السيريبرال كورتكس بيراميدال تراك، فاصبح في تو نيورون. نيورون جاي من فوق لغايه الانتيرو هورن سيل، ده بيسموه الابر موتور نيورون، والنيورون اللي جاي من الانتيرو هورن سيل لغايه المصل بيسموه لور موتور نيورون. انا حطيت الحته دهيت لانه فعلا بيبقى فيه انترميديت، لكن ايه عايزين نشيلوه عشان نعرف ابر نشيلها اهو. يبقى في ابر موتور نيورون نازل من فوق لغايه اللور سنتر بتاع السباينال كورد اللي هي الانتيرو هورن سيل، يطلع من الانتيرو هورن سيل يروح للمصل، ده لور موتور نيورون. النيورون عباره عن سيل ولها اكسون بيروح للهدف بتاعها. ادي سيل اهي اهو، وادي الاكسون بتاعها اهو نازل لغايه الانتيرو هورن، ده ابر موتور نيورون. وبعدين يطلع من الانتيرو هورن سيل يروح للمصل، ده نيورون لوحده لور موتور نيورون. الليجن اللي في البيراميدال تراكت كلها ابر موتور نيورون، لانها قبل ما تروح الانتيرو هورن سيل كلها ابر موتور نيورون ليجن. ابر موتور نيورون ليجن، ايه الفرق ما بين ابر موتور نيورون في الفسيولوجي؟ فرق ما بين ابر موتور ولور موتور، دي مهمه. الابر موتور نيورون ليجن يعني الليجن في البيراميدال تراك وليجن في الاكسترا بيراميدال تراك اللي هم نازلين من فوق، لكن اللور موتور نيورون ليجن ده ليجن في الانتيرو هورن سيل او النيرف او المصل، بس المصل ملهاش دعوه بيه، فخليها الانتيرو هورن سيل نيرف. ده لور موتور نيورون. يعني لو عملت هيمي سيكشن للسباينال كورد، قطعت السباينال كورد كده اهو، هقطع مين؟ الانتيرو هورن سيل، وبذلك يحصل فيه لور موتور نيورون ليجن. لكن الفايبرز اللي نازله من فوق هتروح على تروح للور سيجمنت ده هتتقطع كمان، هيبقى في ابر موتور نيورون ليجن. والله ما انتوا فاهمين حاجه. ها؟
كيف نازله من البيراميد الابر موتور نيورون نازله في الانتيريور هورن سيل؟ ما هي لازم توصل للانتيريور هورن سيل. ما هي نازله من فوق ليه؟ هي عشان تروح للانتيريور هورن سيل، عشان الانتيريور هورن سيل هي اللي بتبعت النيرف للمسل، واصلا السنتر ده عشان يحرك المسلز دي، فبيبعت النيورون بتاعها يمشي فيه لغايه في السباينال كورد لغايه ما يوصل للانتيريور هورن سيل، يجي واقف. وبعدين الانتيريور هورن سيل تشيله عن طريق النيرفات بتاعت الجسم تروح له دي للمسل. الاوردرز بقى تيجي من هنا للانتيريور هورن سيل، والانتيريور هورن سيل تنفذها. ففي ابر موتور نيورون ولور موتور نيورون. الليجن اللي في البيراميدال تراكت والاكسترا بيراميدال ده ابر موتور نيورون، لكن ليجن في الانتيريو هورن سيل او البريفرال نير، ده وطعت الميديا نيرف والانا نيرف ولا اي نير، ده لور موتور نيورون. فاهمين دي ولا لا؟ فاهمينها؟ انتوا نايمين ليه؟ انتوا صايمين؟ صايمين؟ ايوه بس ده مش مبرر انكم تناموا كده، مش مبرر ابدا نهائي. ابر موتور نيورون ليجن، نفترض ان انا قطعت البيراميدال تراك عند اي ليفل كورتيكو ايه؟ اي ليفل هيديني ابر موتور. كاركترستيك الابر موتور نيورون ليجن نمره واحد بوزيتيف بابينسكي ساين، ساين اجيب رجل العيان اهي واجي جايب اي حاجه مفتاح او قلم ومشيه على اللاترال وول بتاع رجله من تحت لغايه هنا اهو، اعمل استيميليشن المنطقه دي بقلم بمفتاح. نورمالي الصوابع دي كلها حتى هيحصل لها فليكشن مع بعضها، فليكشن لتحت. لكن لو في بابينسكي هبص الاقي الصابع الكبير دورس فليكس طلع للورا، والصابع ده هي تفاند عملت ايه؟ بعدت عن بعضها. دورس فليكشن للصمت يطلع لايه؟ على ظهر الرجل، دورس فليكشن وفاننج للفينجر دي، اعرف انه بوزيتيف بابينسكي. بص بابينسكي ات مينز ابر موتور نيرون ليجن. يا ليجن في البرين يا ليجن في التراكت اللي هي نازله لغايه الانتيرو هورن سيل، طالما في بوزيتيف بابينسكي ساين. دي ساين مهمه جدا ومحترمه. وانت بتعمليها اصلا العيان عينه هو نايم كده اهوت، بتيجي رايحة عن رجله وتيجي عامله بالمفتاح كده اهو، وتشوفي رد الفعل بتاع صوابعه، ليه صوابعه الكبير طلع لورا وصابع الباقيين فاننج، ده ابر موتور نيورون ليجن. لان لو نورمالي هبص الاقي الصوابع كلها حصل لها فليكشن لايه؟ لمكان مكان ما انا بعمل الاستيميليشن كلهم هيفليكس كده. لكن طالما واحد دورس فليكس دوت فاننج بص بابينسكي ساين نمره واحد، ده نمره واحد لو هو ابر موتور نيورون ليجن. نمره اثنين انكريز التون في المصل، حرك المقلاها ايه؟ تقيله لان التون فيها عالي. ولو عملت ريفلكسز increased reflexes. عارفين reflexes بتعملوها ازاي؟ ها؟ بالركبه كده اهو مثلا هنا اهو، وده اللي جامنتم باتيلي، وتيجي خبطه بالايه؟ بالشاكوش ده هنا اهو، بص الاقي رجله طلعت لقدام، هايبر موتيليتي، هايبرتونيا، هايبر ريفلكسيا، هايبرتونيا، هايبر ريفلكسيا، ات مينز ابر موتور نيورون ليجن. means upper motor neural lesion. هلاقي كمان في spasticity زي ما قلت لكم class knife fragility. class knife fragility. و spasticity المصل spasm. ما يحصلش اتروفي للمصل اللي هي paralyzed. ليه؟ لان هي النيرف بتاعها سليم.
الانتيرو هورن سيلز بتاعتها سليمه والنيرف سليم وكل سليم، فالمصل ما يحصلهاش ديجنريشن ولا يحصل لها اتروفي وتكرمش لان النيرف اللي وصل لها سليم. معايا؟ كاركترستيك ايضا للابر موتو نيورون ان السوبرفيشال ابدومينال ماسل ابسنت، يعني عملت ايه استيميوليت السكين بتاعتي المفروض الماسل تحتها بتكونتاكت مش هلاقيها ابسنت، اعرف ان ده ابر موتو نيورون. ليه كريماستريك ريفلكس عارفينه؟ بعمل ايه استيميوليشن للانر اسبكت اوف ذا ساي، الاقي السكروتم كونتاكت ورفع الخصيه لفوق، ده بيسموه كريماستريك ريفلكس ايضا ابسنت في الابر موتو نيورون ليجن. فدي الكاركترستيك بتاعت الهايبرتونيا هايبر ريفلكسيا، مفيش ديجنريشن، ابسنت ابدومينال سوبرفيشال ابدومينال ريفلكس، ابسنت كريماستريك ريفلكس، بابينسك ساين بوزيتيف، هاي ريجيديتي وكلاسب نايف ريجيديتي. ايه؟ كل الساينز موجودة، مش هرد عليك، مش هرد عليك بسرعة. أنا أقول لحضرتك حاجة، المفروض كلها موجودة، كلها موجودين عند أبر موتو نيورون ليجن، لكن أنت بتدوري على الموست إيه كومن والموست أفيلابل ليك، رجل العين قدامك. اعملي بالبتاع ده شوف بابينسكي ولا لا، خلاص اعملي حاجه اسمها كلونس لان في هايبر ريفلكس او هايبرتونيا، بعمل حاجه اسمها كلونس. كلونس يعني ايه؟ بمسك رجل العين ارفعها وادي الرجل بتاعته اهي، واجي الحته اللي فوق بتاعت مش رجله واجي ضاربها لورا كده اهو، هبص الاقي تتهز كده اهو، تتهز كده، تتهز كده اهو، تتهز كده، اعرف ان في كلونس واعرف ان في هايبر تونيا وهايبر ريفلكسيا وكلونس. كلونس معناها هايبر تون كلونس. على فكره ده بينزل في الاسئله بتاعت النظري. ابر موتو نيورون ليجن، لور موتو نيورون ليجن. عشان كده بشرحه. كلونس هايبرتونيا هايبر ريفلكسيا ده كل ابر موتو نيورون، يعني بعيده عن اي حاجه خالص، كلها من النيورون نازل من لغايه الانتير هورن سيل. الانتير هورن سيل سليمه، النيرف سليم. امال لو النيرف اتقطع او الانتير هورن سيل اتضربت هيديني لور موتو نيورون ليجن. ده ابر موتور نيورون ليجن، ده ابر موتور نيورون ليجن، لكن ده لور موتور نيورون ليجن. اللور موتور نيورون ليجن عكس التاني. بابينسك ساين مفيش بابينسك ساين، نيجاتيف مفيش حاجه. التون هايبوتونيا، هو في نيرف هايبو ريفلكسيا، الاقي رجليه ما امسك رجليها لا بتتحرك منها نفسها لان مفيش ريفلكسز خالص ومفيش تون، وبعدين مفيش كلونس. السوبرفيشال ابدومينال ريفلكسز والكيماستيك موجودين ما راحوش، مفيش ريجيديتي، ده في فلاسيديتي. فلاسيد فلاسيد يعني لا مرخرخه، احركها كده تتحرك معايا، تهز كده تهز معايا، امسك رجليه واحركها لا تعمل زي البندول راح راح راجع، لان مفيش تون. هايبوتونيا هايبوريفلكسيا، مفيش كولونس، مفيش بابينسكي، مفيش سوبرفيشال ابدومينال ريفلكس موجوده، كريماستيك ريفلكس موجوده، مفيش ريجيريتي خالص نهائي، بل بالعكس فيه فلاسيديتي. فلاسيديتي يعني مرخرخه، فلاسيد فلاسيديتي. ثانيا يحصل للمصل دهيت ديجنريشن واتروفي، اتروفي يعني تكرمش في الحجم، لان يحصل لها ديجنريشن لان النيرف بتاعها اتقطع، فمفيش حاجة تعمل لها ستيموليشن خالص نهائي، فيحصل لها ديجنريشن واتروفي. اتروفي بص هي العضلات كرمشت. في واحد في حد منكم اتكسر من
عنده وتجبس فترة طويلة. لو تجبس فترة طويلة تبص تلاقي العضلات في نفس المكان دي أصغر من العضلات الناحية التانية. ليه؟ لأنها قعدت فترة ما بتحركش دراعها كويس، فالعضلات حصل لها some sort of atrophy. وزيك بعد ما بتشيل الجبس ممكن تلاقي سمك الدراع مثلا اللي هنا يختلف عن سمك لو كان الكسر هنا، ده عشان اتروفي، عشان ما بتحركهاش. ده ابر موتور نيورون وده لور موتور نيورون. طيب